مشروع إنتاج الأفلام المسيحية عن الشهداء والقديسين القدامى منهم المحبوسين مشروع عظيم جدا. دخلت هذه الأفلام معظم البيوت المسيحية في مصر والخارج، وصارت مدرسة روحية تعلم الصغار والكبار الفضيلة والمبادئ المسيحية السليمة، ويرون أمامهم النماذج الحية لعمل الفضيلة وحفظ الوصية، ويرون في غلاق هؤلاء القديسين والشهداء القدوة الصالحة والنماذج الحي لحفظ الوصية والتمسك بالإيمان، كما يرون فيها يد الله القوية التي تسلب هؤلاء الشهداء والقديسين أحباء الله المختارين. اليوم نقدم نماذجا عظيما مؤثرا لعملاق من عمالقة الرهبان القبطية في أواخر القرن الرابع وأوائل الخامس المسيحي، إنه القديس العظيم الأب أحمس القصير الذي صار قميصا للبرية ومدبرا لرهبانها. ولد هذا القديس في أحد أقاليم البهنسة بصعيد مصر كما تذكر بعض المصادر، وفي سن 18 سنة ذهب إلى برية شديد الصحراء الإسقيط أوادي المطرون للرهبنة. في إحدى غارات البربر ترك البرية وسكن في القلزم في البرية الشرقية بقرب صلاح البحر الأحمر وتناوح هناك، ونقل جسده بعد ذلك إلى برية الإسقيط، وما زال موجودا في دير القديس عند مقر بركة للرهبان والزائري. نرجو أن يكون فينا القديس يحمس القصير إضافة جديدة مفيدة للمكتبة القبطية الصوتية والضوئية والمرئية، ليستفيد به كل من يشاهده الكبار والصغار، خصوصا الشباب الذين هم في أمس الحاجة لمثل هذه النماذج العالية في الفضيلة ليقتدوا بها ويتعلموا منها ليعيشوا حياة مسيحية طاهرة نقية تمجد الله. بشفاعة أمينا الطاهرة القديسة مريم وأبونا القديس العظيم الأنبا أحمس القصير وصلوات أبينا المقدم البابا الأنبا شنود الثالث حفظه الله، ولوفيتنا أن نشكر كل من له تعب في هذا الفيلم، نرجو لهم جميعا المزيد من التقدم والتوفيق والإبداع والإنتاج بالتميز لمثل هذه الأفلام التي نحن في أشد الحاجة لمثلها. نعم ترى تشملنا جميعا لله المجد ولكم جميعا الشكر. آمين.
كفاك ده النهاردة يا حنة؟ ما لسه بدري يا معلم. متعبتش يا ولدي؟ لا، حد يتعب من كلام ربنا؟ ربنا يباركك يا ولدي. ده انت بقيت معلم كبير جاي يا ولدي، ايه رأيك تساعدني وتحفظ انت للناس؟ اقول لك الحاجة يا معلمي، انا مش في طريق تاني. ظهر اشتياقه للحياة الرهبانية، فكان يقضي أياما في الجبال يدرب نفسه على حياة الرهبنة، وهو لم يكمل بعد 18 عاما. ما انا كنت معانا العذر وبعدها لك يا ولدي، كل شويه بقطع قلبي عليك. يا اما اطمن انت بس، ما تقلقيش عليا، انا ما عدتش صغير. يا ولدي يا ولدي، الجبل صعب وفيه اشر مخلوقات الدنيا. يا اما ربنا ادانا سلطان ان احنا ندوس الحياه والعجارب وكل دوله العدو. عن اذنك يا اما. يا حبيبي ارحمني يا رب، خلاص نفس اخبر من ما قدر من جنسك وطعام الى رجل ينرون ونزل الغيوب ويغفرني منك بلبس سريحه. اشكرك يا رب، اشكرك يا رب، هي دي كانت تربتي. يمجدوك يا رب، يمجدوك يا رب. بس فيك يا يوحنا يا اخوي، ابوك عم يقصد على الضحك. يا بابوان يا اخوي، انا اخترت طريقي ومش طالب من ربنا غير مساعدته ومساعدتك ليا. ربنا هيدبرها يا اخوي، ربنا هيدبرها. سلم امورك لربنا. بس امك عندي مهمه بابا عليك، عليك انت يا دنيا، ما انت اخويا الكبير برضك. ربنا يحفظك يا اخوي ويباركك. شايل رشا النور يا ام دنيان. يعني انت مناقض على الدين؟ وين هنقدر نعمله؟ سيبيه ينفذ وسيلة ربنا. يعني ايه؟ انا رايح نخلص نفسي. العرض انا ضد سيما حرسوك يا ولدي، لو كان عندي عرض اسيبها لك انت واخوك ما كنتش تفوت وانت صغير كده. ما تجيش تدلعني انت، انا صحيح خبير من كل الدنيا، لكن فعلا انك اديتني الحضانة وجميل الدنيا. شوف ايش الكورة يا ابني. السلام يا ولد، السلام يا ولد. استنى يا حنة، عاصر استنى.
سيبك ربي يسوع يديني الجود. وادي مغارة الأب بينه، أسيبك أنا بقى وأروح على الليل. ربنا يجازي تعبك يا بوي، لكن حاجة ما قلتليش اذنك. انا والله فين بنيامين؟ بنيامين يا حنة، قولك الرب معاك طول الطريق وانت معرفش. ده الواحد يجي تعب تضني. انا اريح من غاية الصبح واروح لأنبا من الصبح. ربنا ارشدني ليك يا بوي، ونفسك ترمز على يدينك. انت صغير يا ولدي على المشقة دي، وبعدين كمان حياة الرهبنة صعبة قوي عليك. يا بوي يعني انت يا ولدي ارجع العالم يا ولدي وعيش شبابك احسن لك. يا بوي ليش يا ربنا يا بوي؟ انا مشتاق للرهبنة. اسمع يا ولدي، اللي عايز الرهبنة لازم ينسى العالم وشهواته، وينسى كمان حب الذات يا ولد. يا ابني انا ما استحبش اكون وسطيكم، انتم جنس الملايكة وانا راجل خاطي. خلاص يا ولدي، نام هنا الليله دي لو اطلب من ربنا يدبر امورك. ربنا يدبر امورك يا ولدي. يا يسوع دم خاطي حب سبني نور لحياتي. يا يسوع من هو حبيب يسوع المسيح؟ من بعد الخطوة انت ادار في كل حاجة يا ولدي، لكن انا فاكر مني انا ما تعودتش على شهادة مشيتك يا ولدي. انت كنت وحدك يا رب الكويت دنيا. انا يا ملاك الرب لا تخاف، الرب يبلغك ان تأخذ هذا الابن بفرح، لاني انا ارسلته اليك، لأن قرنه سيرتكع بمجد وثمرته تكون لي بخورا مقبولا أمامي إلى جميع الأجيال. تباك يا حبيبي يا ولدي، يظهر المجد بنسى ولدي أنا مهموش. بابا تدخلنا في تجربة، لكن هتجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لان لك القوه والمجد الى الابد امين. امسك يا ولدي الانجيل يا ولدي، اسمع يا حل يا ولدي. كان يقول بقيت انسان جديد يا ولدي، وبعد ما لبست لبس مجيدين استعد دايما يا ولدي لحروب كثيره مع دين خير. صدقني يا ولدي هيحاربك في كل لحظة، مش هيسيبك واصل. لكن انت يا الهي قادر انك تعينه يا الهي. ربنا يساعدك يا ولدي. ربنا يبنيني لأجمل الشر من الشر كلين يا الهي. ربنا يعينك. Thank you.
على اليمين، اخرج من اليمين، مش عايز اسيبك واصل من هناك تاني. انا لازم اختار سلام يا ما فيك سماح ولا حاجة، اخرج من اليمين، انا زلقت منك خالص يا مين. يا عنا لسه حزين وانت صرت بجمه، مش انا لك يا عنا شتونك ابتدى حربك ولا ايه؟ سياد ولب وروح القدس اله الواحد امين، ابعد عني يا شتاط، ابعد عني يا ملعوب. الساد قاعد يمين ولا ايه؟ مش قلت لك مشي من يمين؟ لا انت يا ابني من يمين، لا انت يا ابني من يمين، ما تقول مين عندك؟ قلت لك مشي من يمين يعني مشي من يمين، مش عايز اشوف وشك واصل من يمين تاني، امشي يا راجل. دلكت يا حنة؟ كل انت؟ ايه يا نبول؟ عارف البير اللي حدا المجاهر اللي هناك يا ولدي؟ ايه يا نبول؟ روح املاها منه. حاضر يا نبول. عظيم عظيم طاعتك يا حنة يا ولدي. بدي احتياج من المي مش عشان يعني يا رب
أنا إنسان خاطي، لكن عشان خاطر بيت أمها يا رب. خير يا ولدي، بس تنادى على اهلك متوحشه. لو لقيتهم اعمل معاها ايه؟ لو لقيتها تعمل معاها ايه؟ هقول لك يا حن، لو لقيتها اربطها وهاتها لي، اربطها وهاتها لي. هذا من مين؟ يلا يا ولدي. جاي من مين؟ خلاص جاي من مين؟ اجيب يا ابوي، وصلنا بالدنيا. عرفت لو وجيته وجيته معاه خيزي وغني. عرفت لو وجيته ضل يعجبك ليه؟ يا منار خليك حاجة تعالي معايا منار، بيقول ما ضل يعجبك ليه؟ بيقول ما ضل يعجبك ليه؟ تعالي معايا منار، بيقول ما ضل يعجبك ليه؟ يسوع دم خاطي حبك سباني. الله ده شرب الدم هيفيدني. دي دنيا يلا جيبك ليه؟ يلا معاي، يلا جربني، يلا. اهدى يا ولدي، جايلك اكل الضبعة، جايب لك كلبك سيم. يلا كل حل ومشيها. يلا وين كنت داخل الضبعة؟ يلا مشيها. يلا يلا تعال يا حنة، اقعد هناك شغل معايا. ايوه يا ابوي. اقعد ولا اقول لك انت هتقعد اياك. هات الجله وملها من جوه. يلا حاضر. يلا يا يسوع دم خاطي حبك سباني.
نور لحياتي ورفع بمخافي حبك وهمي نور لحياتي ويسع بمخافي ويسعد مخاتي. نورك يا حبي يا ولدي، ما كان نمشي يوم ماشيين يا بوي. طب ولدي نتبنى التبه دي يا ولدي ونقعد نستريح شويه يا ولدي. راجل ومين على مهلك يا ولدي. خلاص يا ولدي كفايه احنا اقعد يا ولدي. حامد يا ابوي اقعد يا ولدي ربنا يديك اجوبة يا ولدي. اسمع يا ولدي يا محمد. ايوه يا ابوي. شايف الخشب على يوم سابيع يا ولدي؟ ايوه يا ابوي. امسكها يا ولدي واغرسه في الرمل هناك يا ولدي. ما سيبيهاش يا امير. اسمع اللي اقول لك عليه يا ولدي يا حن. اغرسه في الرمل هناك. حامل يا امير. تثبت عليها كويس يا ولدي. حاضر يا امير. من هناك يا ولدي خلاص كده؟ خلاص يا بوي. اسمع يا حمى ولدي. ايوه يا بوي. عايزك كل يوم تجيب زرعه ميه وتسقي الخشبه دي كل يوم يا ولدي. حاضر يا بوي. فاهم؟ امرك يا بوي. اوعاك تنسى يا حمى يا ولدي. امرك يا بوي. قوم يا ولدي. حط يدك يا ولدي. يلا يا ولدي. يلا يا ابوي. يا صاحب مخاطر حبك سبقني. بركتك يا ابو بومو. الخشب اليابسه ده بتشاور. ابوي يا حرم ده يا حرم يا ولدي. ده امانك يا ولد وقعتك. هم يحاولوا الخشب اليابسه في شجره مسمر يا ولدي. ربنا رضيك انت تعبك يا ولد وقعتك وطرح في الخشب اللي نفسه. بص يا ولدي احنا من اليوم هنسميه شجرة الطاعة. شجرتين يا ولدي. شجرة الطاعة يا ابوي. شجرة الطاعة. المجد لك يا رب. معقول يا ابوي حد يسألك ان الخشب الياس بقت شجرة ونكهة كان طعم لذيذ. ما هي دي يا ولدي ثمرة الطاعة. ده نوع من البحار في قلبي يا حنة. ما كانت الموج استلمت على يدي. بس انا خايف عليها يا بني. الشيطان
بدنا نختبره ونشوف رايك كبير يا ابوي. طيب يا ابوي، هو زمانات جاي ورانا دلوقتي يا ابوي. طب اتفضلوا روحوا يا باشا وسيبونا نجرب. يلا يا ابوي خد الكاميرا. سلام يا ابوي. انت ابوي؟ اهلا يا ابوي. بطل الدعايه. هو انت حد بياخد كارثه وانت زهقان حياتك؟ شيء شايب اللي حصل يبقى انكسر على شطار الغضب واحتفظ بسلام الدين خلو. طب يلا يا ابوي مش اتفضل يا ابني. ابويا محمد تاني مين قال؟ انا يا ابويا. بعدين ازاي ده يحصل؟ ابونا يطرد جدي زيك ده انت مكانتك كبيرة جايبين يا مين؟ ايه يا اهدي؟ ما تردش ليه على الاهواء؟ سامحني يا ابوي انا مش عارف انت بتتكلم عن ايه. احنا جايين ناخدك علشان نصلح الامر مع ابونا. صدقني يا ابوي لو كان حصل شيء فهو تدبير من ربنا لاننا بنقول كل الاشياء تعملناها بالخير الذين يحبون الله حسب تدبير قلبه. طب لو بارتك يا ولدي ايه اللي عمله واحد من الاخوة؟ هو تعب الجسد وضيق البطن قلبك الارادة. حد يقدر يقول له يا اخوة مين اللي باع يوسف الشديد؟ باع يوسف؟ اللي باع يوسف اخواته طبعا يا ابونا. لا يا اخوه، اللي باع يوسف اتباعه. يوسف كان يقدر يقول اللي اشتروه ابن اخوه لكن ما سكت. اللي اتباعه يا اخوه ده رمضان دير وزير مصر. انت كبير تضمن امراه خاطيه هتزين نفسها لجنة اكتر شرة. انت كنت الحاج يا ابوي. انت انت كلك صح يا ابوي. انت بنيت حضنك على الظاهر اللي انا لو شفت الداخل هتجيلي ايه؟ تضايقتني كلام يا ابونا وحنا؟ ابدا يا ابوي. بس ابونا من محبة ليا حد يمديه من خطيئته علشان اتوب عنها. صلوا يا ابوي ان ربنا يقبل توبتي. وزي ما انتم شايفين هو زي برا بالظبط. ومرض الاب باب وظل يوحنا يرعاه في مرضه وظل المعلم يجرب تلميذه حتى يشد ثمره ليحفظه من الكبرياء. بجد بتكون في السماء يا رب الواقع انا السماء مين؟ حتى شنط اشوف بالبريد كده يا حنان انا مين؟ كيف ابوي افتخرت بيك انا في يوم من الايام مش عارف مين تشوفني مش عارف اشوفك يا بنت مش عارف. ترجمة
العظيم يا عزمة النيب خلص يا نيب يا محمد كيف شايفين شلون انت مكاني حبيبي خلصتك مسيح الصالح اسمعني يا رجل على ساعة وجيت الدنيا مفيش ليه معاك علي بجريني بالشهر والرب رميني لين كنت حبيت فجر اهتمام وعفة وطيعة ومحمد هو ابن اصدى من حمد عرف المكان كان شجرة الطعام والمكان ده عنده هتجمع صغير هتسلك في زي الحياه وانت يا مين وصلت ريحه الحي صدقني الحي دي مش من صعب اذا كان الارض صبحي مشكلة الله ربنا يبدل كل امين.